اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أجل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قوم اتوضى يا ولدي، الفجر عيدا يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اصطرها معاك يا ولدي، اللهم احفظك من كل سوء. مع السلامة يا حسن. بس تهم بسرعة وحياة أبوك. هم هم شوية وحياة والدك. ما ديك شايف الإشارة يا عمنا، احنا كل يوم في الهم ده. البلد دي ما بقتش تهدى لا ليل ولا نهار، هي الساعة عدت 8 والخلق كلها في الشارع، والله بفضل في الزحمة دي لبعد 12 وساعات لوحدي. معلش أنا هنزل هنا. صبرك بس، هي فتحت. خد. انت اللي غبي، انت اللي جاي من ورا وخبطتني، وحياة امك ما يسيبك الا تسمع. والله لو وريك يا ابني بجد الاسم اللي انت مش تطلع منه اساسا. حاسب يا ابني الاسم ده اساسا انت مش تطلع منه. يا ايش يا ابني عمنا؟ انت شايف الاول؟ شوف الافتراء بتاع البني ادمين، شوف الافتراء بتاع البني ادمين. يلا يا خيلة قوم اتنازل عشان تروح. اتنازل ليه؟ انا هعمل تقرير في المستشفى وراح ارفع عليه قضية، انا مناخيري اتكسر. بقول لك ايه، خلص، هو مش هيدفع اكتر من دول. كام؟ 200 جنيه. قوم يلا. وانت يا خيلة تعال امضينا. معلش يا باشمهندس، كتر الف خير، لو لك ما كنتش طولت ولا ربع جنيه، دي ناس مفتريه. قدر الله وما شاء فعل. رايح فين؟ والله لا يمكن، لازم اوصلك. انت كنت هتيجي هنا ازاي لوحدك؟ دي حته تلبش الجد، ولا يمكن تكون ساكن هنا. نزلنا عند الجامع ابو ماده منوره. ماشي. بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، ليلي. Yeah.
لك وما صدقتنيش. ما صدقتنيش ليه؟ يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش، ويعيني أصعب ما في عذاب الروح يعذبك ولو عليه ما تقولش. عيني يا عيني يا عين يا عيني ويا ليه شيخ بكري مات الموتة دي؟ ليه؟ عشان ما سمعنيش، ما صدقنيش. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته. اعترف ومسكناه متلبس. وايه دوافع القتل يا محمود بيه؟ من الواضح كده انها سرقه، لان لقينا صندوق النذور بتاع القتيل فاضي، وفي شهود بيقولوا ان الصندوق كان مليان فلوس كتير. وعلى كده لقيتوا الفلوس مع القتل يا فندم؟ لقيناها. قتلته. انا اللي قتلته. بعدين معاك يا زمان أنا بحسبك يا زمان، ممكن تراعيني أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتسل وأقول نسير يكن. علي نعم الناس دي تجننه، الراجل ده لو وصله حد هناك مفيش يجيب معايا في الاسم وفي الآخر يقتل عشان كام؟ ده كانت بنين اللي معاه 5000 جنيه و وشوية فكة. ليه؟ ده شغل عفاريت ووقعوا في بعض. تلاقي شيخ الجامع عزم عليه فالتاني راح هوب قتله. هعرف اللي حصل وبقولك. انت اكيد اتجننتي، انت لسه هتدوري على اسمه شيخ خلف ده؟ الله، مش جوزي؟ جز رقبتك يا شيخ. انت مشفتيش اللي حصل لهاني والقصر بتاعه؟
ولا عايزاه يولع فيك انت كمان؟ يولع فيا ليه؟ انا مراته واقفه جنبه وهوكله محامي كمان. لا ده انت اكيد اتجننتي ومفيش فايده. الو؟ ايوه يا متر، انا عايزاك ضروري. سين، ايه صلتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل سبق معرفتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل كان دافعك لقتل المدعو بكري إبراهيم محمدين هو سرقة الأموال الموجودة في صندوق النذور؟ والتزم المتهم الصمت. سين، ما مصدر الأموال التي وجدت معك؟ الفلوس اللي لقوها معك بتاعتك ولا بتاعت صندوق النذور؟ لو انت فاكر ان سكوتك ده هيخفف عنك العقوبة تبقى غلطان. انت كده بتحط القاضي قدام حكم واحد مفيش غيره، هو الاعدام. ومحاولتك بقى ادعائك الجنون. لا، انا مش مجنون، انا مش مجنون. ما انت نطقت اهو. طب قول لي بقى، قتلت المجني علي ليه؟ ها، وعرفته فين وامتى وازاي؟ والتزم المتهم الصمت فيما وجهت اليه من اسئله، ولحين ورود تقرير الطبيب الشرعي امرنا نحن وكيل نيابة الخليفة استمرار حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإيراع التجديد. ادخل. في محامي بيقول بره إن هو حاضر مع المتهم. مش عايز محامي! ما وكلتش محامين يدافعوا عني! أنا اللي قتلت الشيخ بكري وقتلت كريمة. كريمة مين؟ وعبد الله وعبد الرحمن وشيماء وشربات. لا، دول حركتهم، هو قتلته. اعدموني وخلصوني من اللي انا فيه. انا اللي قتلته، انا اللي قتلته وحركتهم، انا اللي قتلته. خذوا يدي من هنا، خذوا على الحبس. أنا اللي قتلتهم حركتهم وقتلتهم. يحول المتهم إلى الكوميسيون الطبي للكشف على مدى قواه العقلية. أنا قتلتهم وحركتهم. اعدموني، ارحموني من العذاب اللي أنا فيه. ابعت يد الإشارة دي بسرعة، خليهم يجي ياخدوه لحسن يعمل لنا مصيبة. تبقى إنه مجنون. تمام يا فندم. ودوه مستشفى المجانين. هما الناس دي اخرتها محببه، يا يتجننوا يا يتقتلوا يا يتشلوا. عارفه ليه؟ عشان بيعندوا ربنا وبيحطوا ايدهم في ايد الجن، لازم تبقى اخرتهم وحشه. ما دام انت عارفه كده، جبتيه عالجني ليه؟ جوزتيني ليه؟ ليه دلوقتي بس افتكرتي ان هما بيعندوا ربنا؟ انت هتروحي مني يا بنتي؟ افضل ساكته اتفرج عليكي؟ ده انا وديتك بدل الدكتورة 10 ومحدش عارف لك علاج. بس الشيخ خلف هو اللي عليك. ايه الاخبار؟ وقت جديد يا سيدي، قاتل ومعترف. شفته؟ خليت عوض اداله هيدول يهديه شويه. مهندس زراعي؟ تبقى ادفع عاصي انت فيه يا سيدي براحتك. سلام. ايه كمان يا سيدي؟ لا حول الله يا رب. مهندس زراعي، قتل وبهدف السرقة. الله عليك يا عوض. انا لمحتك داخل من العنبر قلت الحقك بفنجان القهوة المتين.
انت استاذ قول لي اخبار الحاله اللي جت دي. ده كل اللي قلنا كوم وده كوم تاني خالص يا دكتور. ده كان هايج عامل زي الطور اللي مدخلينه يعني السلخانه لا مؤاخذه. دكتور اشرف كشف عليه؟ رافض يا دكتور انه يكشف عليه ومصر انه عاقل ومعترف بجريمته. طيب لما يصحب اناديني عاوز ادردش معاه شويه افعصه على راي الدكتور اشرف. تحت عمرك يا سعاده الدكتور. اربع ساعات على الاقل بعد المهدئ. تعالى ورايا. أنا عايز أأكد لسعادتك إنه مش ممكن يكون قتل ويقتل عشان إيه؟ عشان يسرق. ده سعادتك حاطط 300,000 جنيه وديعة في البنك بيكفل بيهم 3 أطفال عندي في الملجأ، عبد الرحمن وشيماء وعبد الله، وهو اللي سماهم على أسماء ولاده الثلاثة اللي ماتوا. واضح إنك تعرف المهندس حسن من زمان. الحقيقة من 7 سنين بعد الحادثة اللي راح فيها مراته وولاده الثلاثة. والحادثة دي حصلت ازاي؟ اللي سمعته سعادتك ان انبوبة بوتاجاز انفجرت والنار مسكت في البيت وخدت مراته والتلات ولاد. وحسن ما كانش معاهم وقتها؟ لا سعادتك، بس لما رجع لقى النار ماسكة في البيت، حاول يرمي نفسه وسط النار عشان ينقذ مراته والتلات ولاد. الاهالي حشوه بالعافية. قعد فترة طويلة قوي بعديها لا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه، وفجأة باع المزرعة وجاء عندي الدار وطلب ان يكفل 3 ولاد وحط لكل واحد فيهم في البنك وديعة ب100,000 جنيه واختفى بعدها وما سمعناش عنه اي حاجة لغاية ما قريت الحادثة في الجرنان. معقول سعادتك واحد زي ده يقتل وعشان ايه؟
عشان يسرق صندوق نزور. معقولة ده؟ هنعرف، احنا لسه بنحقق. طبعا دي بدبرسي، حالة اكتئاب عميقة. بيرفرانس وسايد، ميل شديد للانتحار. كشف التقرير الطبي أن الجريمة تمت فيما بين الساعة الثامنة. إزاي ده؟ ده الحد 10 كان معايا في القسم. خلاص روحوا الكلام ده في النيابة. أنت تعمل خلاصك قدام ربنا، مالكش دعوة بالباقي. صح بقى كده وفوق يا راجل. لازم تفوق بقى كده وتاكل عشان نخرجك من اوضه الفيران دي. ايوه كده، انت لازم تتحرك، مش هينفع تفضل نايم كده على طول، وبعدين لازم تاكل. ما تسيبوش الا لما ياكل، وخده يتمشى في الجنينه شويه. يلا يا ابو علي، مش بيدلعوك ويقولوا لك يا ابو علي برضه؟ يلا يا ابو علي، كل الزبديه دي. لا اسمع الكلام بقى وكل. لا كده ما ينفعش يا ابو علي، كده هنعلق لك محاليل وناكلك بالعافيه. قول يلا. السلام عليكم يا عم. تعال هنا يا ولد، عايز ايه؟ اباي انا جاي اطمن عليك، كفرت يعني يا عم؟ وديك اطمنت، خلص. طب سلام عليكم يا عم. تعال هنا، مرتك كانت عايزه ايه؟ ما عايزاش حاجه. امال مالك عمال تهرب كده في ايه؟ حسن يا عم. ماله يا ولد؟ جادي الطريق لا صديق ولا حتى بلت ريك، ماشيك لوحدي ما ونسني إلا صوت الريح، وحداني ما فضل غيرك من الزمن يا طريق، بنغني غنوة سوا عن غربة المجاريح. يا زماني لا يا مدام، حالته ما تسمحش بالزيارة دلوقتي. يعني ايه؟ انا جايبة تصريح الزيارة بالعافية يا دكتور. انا مش هتكلم معاه خالص، كل اللي انا عايزاه ان اشوفه ويشوفني، يعرف بس اني جيت. طب نستنى بس اليوم او اتنين لحد حالته ما تهدى شوية، وانا بنفسي هتصل بيكي. احنا لغايه دلوقتي لسه بنحاول نهدي نشاط المخ، لسه ما بدأناش مرحله العلاج. هو بياخد جلسات كهربا؟ طمني خالص، هو ما خدش غير جلسه واحده لغايه دلوقتي. كده يبقى لازم اطمن عليه واشوف. يا فندم ممكن ما يتعرفش عليكي، احيانا الصدمه بتتسبب في فقدان للذاكره مؤقت، ممكن يستمر اليوم اتنين. اطمن واشوفه لو سمحت يا دكتور. يا ليل ويا دنيا، قفلت كف عليك يا دنيا وضمنتك، فتحت يدي لقيت
الوهم في كفي وجع وجف واتكفي يا دنيا معرفتك وكل ما جيت شموعي انت بتطفي. طب يلا قوم فز روح لعيد خليه يجي بعد الفجر ياخدنا ياخدني ياخدنا على فين ندور عليه. بقول لك سرق وقتل يا عم، انا عارف انه دي اخرته واللي هاجج على طول يا عم لازم يطلع. انت هتعمل اللي اقول لك عليه ولا روح انا من سكات؟ لا يا عم لا انت تروح ولا تجي، احنا مش عايزين فضايح اكتر من جديد. كل اللي همك الفضايح، ما همكش اخوك بريء ولا لا؟ انا عارف متوكد انه ده هيحصل له يا عم. يا واد يا واد اخوك طول عمره مع ربنا، اتقي الله في اخوك. يبقى ربنا يتولى برحمته يا عم. سلام عليكم. غور زبادي وعسل. ايوه ماشيه معاك مربى. امسك يا ابويا تاكل ولا اكلك بايدي؟ قول. الله. والله شكلك كده لو كملت في الدور اللي انت عامله ده هتاخد براءة عدل، ولا يهمك تقول انت ومالكش دعوة بينا. كمل الدور. انت فاكرني بكذب عليك؟ انا اللي قتلتهم كلهم، انا اللي قتلتهم كلهم. ايه يا ابويا؟ عايزين نقتل الكام كمان عشان تهجموني؟ مش عايزين، بس سيبني ابوس ايدك. سيب رقبته ربنا يخليك. انت مش مصدقني، مش مصدقني. انا اللي قتلتهم كلهم. عايزين نقتل كام كمان؟